السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ديالي، مرحبا بكم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غنشارك معاكم تورتة أو كيك الخمس ملاعق اللي كيجي رائع وبطريقة اللي سهلة بزاف. ندوزو على بركة الله المقادير، وفي نفس الوقت طريقة التحضير. أول حاجة غنبداو بها، غنجيبو واحد البول وغادي نديرو فيه زوج ديال البيضات اللي يكونوا بحرارة المطبخ. غنضيف لهم كيس من سكر الفاني، وغنضيف قبيصة ديال الملحة، وخمس ملاعق من سكر سنيدة، من الأحسن تكون سنيدة رقيقة. ضفت خمسة ديال الملاعق ديال السكر سنيدة، دائما العبار بهذه الملعقة هذه، وغنحاول نخلطهم مزيان حتى يتجانسوا ليا العناصر الأولى. وبنفس الملعقة غدا نجيب غنعبر بها خمسة ديال الملاعق من الزيت، زيت نباتي، وغنحاول نخلطو حتى هو حتى يندمج ليا مع هاد السوائل. دائما وبنفس الملعقة كنجيب الحليب، الحليب اللي نكون حتى هو خرجناه من الثلاجة من قبل، وغدا نعبر خمسة ديال الملاعق، وغنحاول نخلط هاد السوائل مزيان حتى تندمج ليا مع بعضياتها، وغادا نخليهم جانبا. فهاد الوقت كنجيب واحد البول صغير، وغادا نعبر فيه حتى هو خمسة الملاعق ديال الدقيق الابيض كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادا نضيف ليهم كيس من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام، وغادا نضيف ثلاثة الملاعق كبار من الكاكاو المر حتى هما بنفس الملعقة. غنحاول نخلط هاد النواشف مزيان مع بعضياتها، وغنجيب واحد الغربال وغادا نغربلهم فوق هادوك السوائل. غنحاول نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتها حتى نتحصل على واحد القوام ديال الكيك اللي يكون على هاد الشكل هذا، قوام اللي ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف في نفس الوقت. كنجيب المول اللي غنخدم فيه، انا غنخدم في هذا المول اللي كيتحل ويتسد، اللي القطر ديالو 24 سنتيم. كنخوي فيه داك الخليط ديال الكيك وكندخلو الفران لمده ديال 30 دقيقه حتى كطيب، وكنخرجها وكنخليها حتى تبرد، وكنسقيها بنص كاس ديال الحليب. الكيك ديالي خليته كيتشرب داك نص كاس ديال الحليب. بالنسبه للطبقه الثانيه فغنحتاج ليها علبه من الكريم شونتي، وكاس ديال الحليب اللي يكون بارد. كنجيب واحد البول كنضيف فيه داك الكاس ديال الحليب اللي كان في المجمد، ونضيف علبه ديال كريم شونشي، وغنحاول نطلع هاد الكريمه مزيان حتى نتحصل على واحد الكريمه اللي تكون هكا عاقده وواقفه. كنجيب الكيك من بعد ما تشرب الحليب، وغنحاول نضيف ليه هذيك الكريمه كطبقه ثانيه، ونحاول نقاد ليها الوجه ديالها على هذا الشكل هذا، وندخلها للمجمد لمده ديال على الاقل واحد ساعتين. بالنسبه للطبقه الثالثه فغنحتاج واحد الكاسرول، وغنضيف فيها كاس ونص من عصير البرتقال اللي ضروري اننا نصفيه من بعد ما نعصروه. كنضيف ليه واحد جوج معالق ديال السكر سنيده، الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. كنجيب الكريم باتيسير اللي يمكن لكم تعوضوها بالنشا، كنضيف واحد زوج معالق وكنحاول نوضعهم فوق البوطه ونخلطهم مزيان حتى كنتحصل على كريمه على هذا الشكل هذا. ما تخليوهاش حتى تقال بزاف، يعني غير على هذا الشكل صافي، ونطفيو عليها البوطه. من بعد كنخرج الطرطه ديالي من المجمد، وكندير واحد الملعقه على الظهر ديالها، وكنحاول نخوي ديك الكريمه اولا الطبقه الثالثه ديال البرتقال، وكنحاول نقادها كنوزعها على الوجه كامل ونخليها جانبا تبرد. من بعد ما كتماسك ليا الطبقه الثالثه ديال البرتقال، فكندوز واحد الموس هكا من جناب، وكنحل الاطار وكنزولو بكل سهوله. بالنسبه للتزيين فانا زينتها هكا بخطوط ديال الشوكولاتة اللي دوزتو من قبل، وبقطع ديال البرتقال مع وريقات هكا ديال النعناع، وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا او كيك خمس ملاعق. صدقوني كيجي اكثر من رائع، وكتجي بنينه بدوك الطبقات بثلاثه. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من واحد اللايك، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب،
وإلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.